بكلمة التوحيد للجنة هي الباب، وقبل أي كتاب، ودي أعظم الأسباب. لما حضرت أبا طالب الوفاء جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعنده عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم قوله: يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فعاد عليه عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل أن أترغب عن ملة عبد المطلب، فكان آخر ما قال أنه على ملة عبد المطلب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله تبارك وتعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. وأنزل في أبي طالب: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وهذا يدل على عظم هذه الكلمة الجليلة. فأبو طالب مات على الشرك ملة أبيه عبد المطلب. إن البداية الصحيحة في الطريق إلى الله سبحانه وتعالى هي كلمة التوحيد، لا إله إلا الله، فبها يضيء القلب وتوهب له الحياة. وكلما بعد الإنسان عن كلمة التوحيد كلما اقترب من الموت وأظلم قلبه واسود. ومن ثم فإن المربين الراشدين يضعون نصب أعينهم أن يملأوا قلب المبتدئ بمعاني لا إله إلا الله كلمة التوحيد. في الدنيا في مساكين عايشين ومش عايشين، ما دقوش في يوم طعمها، هيموتوا من الحرمان. إن العرب قبل الإسلام لم تكن لهم حضارة تذكر، ولا ثقافة عريقة يعودون إليها، ولا خبرة لهم بالحكم والإدارة والتقدم والابتكار، ولكنهم قبلوا كلمة التوحيد وتحققت بها قلوبهم، فاستنارت كما قال تعالى: وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. فصاروا أهل كلمة التوحيد، وانسجم سلوكهم مع القرآن كتاب التوحيد، فتغير حالهم وخرجت الأعاجيب من أفعالهم، وصاروا نور الدنيا بأكملها، هداة الخلق أجمعين، ودانت لهم الأرض بجميع جوانبها، فصاروا أقوى أمة وأرقى حضارة، وهزموا الممالك والدول العظمى، وأخذ شعوب العالم دين الإسلام دينا لهم. واليوم والمسلمون في حال تخلف وانحدار وضعف وهزيمة واستهتار، حتى صاروا في ذيل الأمم واستهانت بهم القوى العالمية. إن شيئا واحدا هو الذي سيعيد لهم المجد ويختصر الطريق، إنها كلمة التوحيد، وسلوكهم تبعا لسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم من خلال علم وعمل وتفاؤل وعطاء. إن هذا وحده هو الذي سيعيد للأمة مكانتها. بكلمة التوحيد العيشة تبقى حياة، والآخرة تبقى نجاة، والدنيا تبقى أمان. ومعنى هذه الكلمة أي لا معبود بحق إلا الله، فهي جامعة للنفي والإثبات. فلا إله نفي لجميع ما يعبد من دون الله، كالأصنام والأوثان والملائكة والأنبياء والأولياء والجن الذين عبدوا من دون الله. وإلا الله إثبات العبادة لله وحده لا شريك له في العبادة،
دون غيره من المعبودات. وأما محمد رسول الله فمعناها طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. وهذا التعريف لمعنى شهادة محمد رسول الله شامل لها، لأن العبادة لا بد أن تكون موافقة لما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا يعبد الله بالبدع والخرافات وما يستحسنه الناس من عند أنفسهم. وأما خصائص كلمة التوحيد فمنها أنها لا تشتمل على حرف منقوط. قال ابن عبد الهادي الحنبلي: ومن خواصها أن حروفها كلها مهملة، ليس فيها حروف معجمة، تنبيها على التجرد من كل معبود سوى الله تعالى. وقال محمد ابن أبي الفتح البعلي: ومن خواصها أن جميع حروفها جوفية، ليس فيها شيء من الشفوية، إشارة إلى أنها تخرج من القلب. بكلمة التوحيد العيشة تبقى حياة، والآخرة تبقى نجاة، والدنيا تبقى أمان. وأما شروطها فثمانية. أما الأولى العلم بمعناها المنافي للجهل، وقد ذكرت آنفا معناها أي لا معبود بحق إلا الله. ثانية اليقين المنافي للشك، فلا بد في حق قائلها أن يكون على يقين بأن الله سبحانه هو المعبود بحق. الثالثة الإخلاص، وذلك بأن يخلص العبد لربه سبحانه في جميع العبادات، فلا يصرف شيئا من العبادات لغيره كالأصنام أو الملائكة أو الأنبياء أو الأولياء أو الجن أو غير ذلك. الرابعة الصدق، ومعناه أن يقولها وهو صادق بحيث يطابق قلبه لسانه ولسانه قلبه، فإن قالها باللسان فقط بدون إيمان القلب فهو من المنافقين الذين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر. الخامسة المحبة، ومعناها أن يحب الله عز وجل، فإن قالها بدون محبة الله تبارك وتعالى فهو أيضا منافق. قال الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. السادسة الانقياد لما دلت عليه من معنى، بحيث يعبد الله وحده وينقاد لشريعته، فلا يكون مستكبرا عن العبادة كما استكبر إبليس عن طاعة الله. السابعة القبول لما دلت عليه من إخلاص العبادة لله وترك عبادة ما سواه راضيا بذلك. أما الثامنة الكفر بما يعبد من دون الله، أن يتبرأ من عبادة غير الله ويعتقد أنها عبدت بالباطل، كما قال تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. إن عباد الله الصالحين يعيشون في هذه الدنيا مع الناس وبينهم، ولكن قلوبهم متعلقة بالآخرة. إن قلوبهم تحيا حياة رغدة هانئة سعيدة، لو عرفها الملوك لقاتلوهم عليها، لأنها ألذ من لذاتهم وأروح لأنفسهم وريحانا لقلوبهم في ذات الوقت الذي يعاني فيه الناس من حولهم من الألم والقلق والحيرة والتنازع والتخبط والتقاتل. يقول الله سبحانه وتعالى: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. فالأول كان ميتا فاستنار قلبه بالإيمان ودبت فيه الحياة وهو المؤمن الصالح، والثاني الغافل المعرض عن ذكر ربه في الظلمات قد مات قلبه. قال ابن القيم: فدين الله عز وجل نور وكتابه نور،
وداره التي أعدها لأوليائه نور يتلألأ، وهو تبارك وتعالى نور السماوات والأرض، ومن أسمائه النور. بكلمة التوحيد العيشة تبقى حياة، والآخرة تبقى نجاة، والدنيا تبقى